راديو الأهرام يقدم رجال وسيدات في محكم الآيات مع نيفين عمارة. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج رجال وسيدات في محكم الآيات. حلقة اليوم عن الصحابي ثابت بن قيس الأنصاري الخزرجي. كان ثابت خطيب الإسلام، كان ذو صوت جهور، تخرج الكلمات من فمه قوية صادعة جامعة رائعة. لم يكن ثابت بن قيس فقط خطيبا، بل تفوق كمحارب، فقد كان يحمل نفسا أوابة وقلبا خاشعا. وعندما نزلت الآيات الكريمة ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. أغلق ثابت عليه داره وطفق يبكي، وأرسل الرسول من يدعوه، وجاء ثابت وسأله النبي عن سبب غيابه، فأجابه: إني امرؤ جهير الصوت، وقد كنت أرفع صوتي فوق صوتك يا رسول الله، ولقد حبث عملي وأنا من أهل النار. أجابه النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست منهم، بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا ويدخلك الله الجنة. فقال: رضيت ببشرى الله والرسول، ولن أرفع صوتي أبدا على رسول الله. فنزلت الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. كان ثابت بن قيس صاحب أول قضية خلع في الإسلام، إذ جاءت زوجته لرسول الله وقالت: يا رسول الله، إني لا أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فسألها الرسول: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله: اقبل الحديقة وطلقها. شارك ثابت بن قيس مع النبي في كافة الوقائع والمشاهد باستثناء بدر، كما شارك في حروب الردة، واستشهد في معركة اليمامة في السنة 12 من الهجرة. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج رجال وسيدات في محكم الآيات. رجال وسيدات في محكم الآيات مع نيفين عمارة.